فكرت في الترشح للانتخابات الرئاسية، وإني أرجو من الشعب الجزائري أن يستجيب لندائي، لأنني جاهدت صغيرا وأواصل هذا الجهاد كبيرا. أطلب ثقة الجزائريين ليس فقط في شخصي، وإنما في قدراتنا الجماعية وفي قدرة شبابنا والكفاءات الوطنية وفي قدرتنا في العمل معا من أجل النهوض بالجزائر إلى الأفضل. واليوم الحمد لله، وبعد تعديل القانون، قانون العضوي للانتخابات في 21 مارس 2020 سمح لذلك بالترشح، والحمد لله.